كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مودعي أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مغادرته البلاد هذا اليوم، بعد زيارة رسمية لمملكة البحرين أجرى خلالها مباحثات مع جلالة الملك المفدى تناولت العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والعربية. كما كان في الوداع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين وسفيرا البلدين ونائب محافظ محافظات المحرق. وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد قام صباح اليوم بزيارة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمقر إقامته، حيث رافق سموه حفظه الله ضيف البلاد الكريم إلى مطار البحرين الدولي.